قالت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر إنه تم افتتاح 13 معرض أهل المدارس بجميع مدن ومراكز المحافظة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين قبل بدء العام الدراسي الجديد وضمان حصول الطلاب على كل احتياجاتهم المدرسية ذات الجودة العالية بالأسعار التنافسية. وأضافت محافظ البحيرة أنه جار العمل على افتتاح معرضين إضافيين بكل من مركزي كفر الدوار وأبو حمص ليصبح إجمالي عدد المعارض بكل مدن المحافظة 15 معرض. وأشارت إلى أن المعارض تأتي بمشاركة كبرى الشركات والعارضين لتوفير كل المستلزمات والمنتجات المدرسية بأسعار تنافسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30%.